من ضمن اهم القرارات اللي اتخذها النادي الاهلي بعد الاجتماع، وهي تتعلق بالاستعانه بلاعبين من قطاع الناشئين عشان يلعبوا المباريات المتبقيه للاهلي في بطوله الدوري. وانا بشوف ان القرار ده في حد ذاته اعتراف من النادي الاهلي بسوء المستوى الفني في الفتره الحاليه للمجموعه اللي كانت بتلعب، واعتراف بالمشاكل الفنيه الموجوده، ودي بدايه اصلاح من وجهه نظري. في مشاكل فنيه؟ طبعا في مشاكل فنيه ناتجه بقى عن اسباب كتير بقى، سواء ضغط ماتشات، تحكيم طبعا، اجهاد، اصابات بشكل وبعدد كبير جدا جدا، عوامل كتير اثرت على الاهلي يعني. لكن في كل الاحوال لا، انا عارف ان انا عندي مشاكل، عارف ان في لعيبه محتاجه ان هي تريح ومحتاجه ان هي تاخد اجازه وتشم نفسها عشان تقدر تستفيق وتقدم الاداء اللي كانت بتاديه. فبالتالي كان قرار مميز جدا بالاستعانه بالناشئين في المباريات المتبقيه. نتمنى للعناصر اللي هتشارك، وانا هكلمكم عنهم بالتفاصيل واعرف جمهور الاهلي بيهم، في البعض ممكن يكون الجمهور عارفهم والبعض الاخر ممكن ما يكونش جمهور الاهلي عارفهم بشكل يعني محدد يعني. فنتمنى لهم يا رب التوفيق. انتوا بتلعبوا من غير ضغوط، انتوا بتلعبوا عشان تثبتوا نفسكم، تثبتوا او تحاولوا يعني ان انتوا تقولوا ان احنا نقدر ان احنا نشيل اسم النادي الاهلي ونلعب بالتيشيرت بتاع النادي الاهلي خلال الموسم القادم. قدامكم فرصه كمان ان انتوا لبعض اللاعبين يعني في بعض المراكز ان انتوا تقولوا لا احنا نقدر نشيل المركز ده، نقدر ان احنا نلعب، ما تجيبوش صفقات في الحته دي، ما تجيبوش صفقات في الحته دي. فدي فرصة مميزة بالنسبة لعدد من اللاعبين الناشئين المميزين جدا في النادي الأهلي، وهقول لكم أساميهم بالتحديد. معنى كلامي طبعا إن الأهلي برضو هيجيب صفقات، مش قصدي إن الأهلي مش هيجيب صفقات حتى لو لقى لعيبة كويسة، لا الأهلي كده كده هيجيب صفقات ولازم يجيب صفقات يعني، ده موضوع مفروغ منه يعني، وصفقات تكون قوية وبإذن الله الناس شغالة في القصة دي تطمنوا يعني. فخلينا نبتدي بالعناصر اللي تم استدعائها. نبتدي بمحمد نصير. محمد نصير ده مواليد 99، لاعب اصلا مركزه الاساسي رقم 8، ومن اللعيبه المميزه جدا في المركز ده، بس في بعض الفترات في قطاع الناشئين بيتم الاستعانه بيه في مركز المدافع، بيجيد كمان في مركز 6 في وسط الملعب، فهو لاعب مميز جدا وشارك مع الفريق سابقا في كاس الرابطه يعني. كمان محمد حمدي ده ملقب بميسي، وانا بصراحه يعني ضد الالقاب اللي زي دي، لان تحط ضغوط على اللعيبه. احنا هنا عندنا في الدوري المصري 2 3 ميسي، وموضوع مبالغ فيه شويه لان مفيش زي ميسي يعني. ففي كل الاحوال برضو ممكن يكون دافع بالنسبه له ان يبقى حاجه كبيره. هو مواليد 2003 وصانع العاب، بيجيد اللعب كوينج رايت وكوينج ليفت، فلعيب مميز جدا محمد حمدي. طيب عندك كمان علي عمر. علي عمر ده مواليد 2002، مهاجم فريق الشباب ومهاجم جاي. عندك احمد سيد غريب، الناس عارفاه، جاب جون في الاسماعيلي في كاس الرابطه في الدقائق الاخيره من المباراه، هو مواليد 2002 وشارك في كاس الرابطه زي ما قلت لكم. اللاعب اللي انا متوقع على المستوى الشخصي متوقع تالقه بشكل كبير جدا، ولما سالت عنه كتير في القطاع كان يعني الرد ايجابي بشكل مميز، هو احمد سيد عبد النبي، وده ظهير ايمن مواليد 2001، وكان شارك برضه في كاس الرابطه لبعض الدقائق يعني. لعيب جيد بيجيد الجوانب الهجوميه والدفاعيه بشكل مميز، في اعتقادي الشخصي بتوقع تالقه بشكل كبير جدا يعني. في كمان محمد شرقيه، ده مدافع مواليد 2003 وكان برضه شارك في كاس الرابطه، واعتقد معروف للبعض، ولعيب مبشر بالمناسبه جدا في خط الدفاع. ميدو نبيل ده بيلعب في خط الوسط الهجومي، لعيب رقم 10 تحديدا يعني، مهاري جدا وبيجيد صناعه اللعب، فبالتالي برضه من اللاعبين المترقب جدا جدا ظهورهم. بجانب طبعا الثلاثي اللي كان موجود اصلا مع الفريق الاول خلال الفتره اللي فاتت، محمد اشرف الناس متفائله بيه قوي وانا برضه متفائل بيه جدا، ظهير ايسر جيد قوي قوي قوي، وكنت انا تابعته عن قرب في ابو ظبي في كاس العالم وشفته في تدريبات، بصراحه لعيب كويس جدا جدا. وفي زياد طارق الناس عارفاه، محمد فخري الناس عارفاه برضو، ودول المتواجدين ومستمرين مع الفريق الاول منذ فتره، بالاضافه طبعا لاحمد او عفوا مصطفى احمد شوبير، وكمان عندك حمزه علاء ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراس المرمى المميزين اللي متواجدين. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق في الفترة اللي جاية، لأن الأهداف بقت مختلفة دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي بعد القرارات الأخيرة، وبالتحديد بخصوص تصعيد الناشئين. إيه هي الأهداف؟ هي استكشاف بعض العناصر التي قد تضيف للنادي الأهلي في الموسم المقبل،
الموسم الجديد، ابقى عارف المراكز دي اللعيبه دي هتقدر تسد فيها، هقدر اعتمد عليها ولا لا. فهي فرصه مميزه جدا، وهي دي ابرز الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الحاليه، خصوصا في ظل يعني صعوبه المنافسه على بطوله الدوري، والزمالك قرب بشكل كبير جدا من حسم اللقب يعني. فالاهداف اتغيرت في المرحله الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيها، وان شاء الله باذن الله نلاقي عدد وافر من اللاعبين المميزين اللي يكونوا اضافه للمجموعه اللي موجوده كده كده في الفريق الاول. طبعا هي لعيبه جيده مش موفقه الفتره الاخيره، بتعاني بشكل كبير على المستوى البدني والذهني والفني، فان شاء الله باذن الله الاهلي يكون عنده قائمه اقوى واقوى بكتير خلال الفتره اللي جايه والموسم الجديد، وده امر مؤكد. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن تفاصيل اخرى تتعلق بالفريق واخر الاستعدادات للمباراه المهمه غدا، مباراه الاتحاد السكندري في اسكندريه، مباراه مهمة جدا، مش عشان منافسة ولا حاجة، بس مهمة ان برضو زي ما قلت لحضراتكم نبص على اللعيبة الشباب بتاعتنا ونشوف الامور تبقى ماشية ازاي، وخصوصا ان خلاص مش هيبقى في ضغوط خلال الفترة اللي جاية، الضغوط خلاص عدت وفي مرحلة او مرحلة استكشاف ودعم للفريق الاول، واكيد كل ده هيحصل بمساندة جمهور الاهلي العظيم، المساندة الدائمة المعتادة بشكل كبير.